السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في لاشين ديالي سليمة بيوتي. مرحبا بالناس اللي اول مرة كيشاهدوا القناة ديالي، دائما كنرحب بكم ونقول لكم الف مرحبا. وبطبيعة الحال مرحبا حتى بالناس اللي متبعيني، وكنشكركم بزاف دائما على التعاليق ديالكم الزوينة في حالكم، كنشكركم من كل قلبي. المهم البنات، اليوم بغيت ندير كرواسة ديال الدار، صراحة كتجي رائعة وكتستحق التجربة. كنتمنى انكم تتبعوا معايا الفيديو من الاول ديالو حتى النهاية. وسهلة، ما فيهاش يعني شي مقادير، يعني المقادير ديالها بسيط، كنلقاوهم يعني في اي دار، ما كاينش شي حاجة زعما لي سبيسيال. دونك شنو هما البنات المقادير؟ عندنا هنايا الملحة، عندنا الخميرة ديال الخبز، يعني الخميرة المعجونة ولا ديك الخميرة الحبيبات، عندنا سكر سنيدة، عندنا ساشية ديال الفاني، عندنا كاس الحليب البنات دافي، كنركز على الماء والحليب يكونوا دافيين ماشي باردين، يعني دونك الماء والحليب هما دافيين. عندنا نصف كاس ديال الزيت، عندنا جوج ديال البيضات، عندنا البنات كيس ديال الخميره الكيميائيه، وربعه ديال الزبده، 250 غرام ديال الزبده ديال الصوريق ماشي الزبده العاديه. وبالنسبه للطحين على حساب كل النوعيه ديال الطحين، يعني كل طحين شحال تقريبا على حساب. المهم انا تقريبا هذه الكرواسه دائما فاش كنحضرها كتهز لي سبعه الكيسان العنب ديال الطحين دائما، يعني بالطحين الفورس النوعي اللي كنشري انا دائما كتهز لي سبعه الكيسان ديال الفورس. صافي، هادشي اللي كاين البنات. دونك على بركه الله نبدا نوريكم الطريقه شنو هي باش كنبداو، خليكم معايا. اول حاجه البنات غادي ناخذ السوائل، عندنا كاس ديال الحليب كما قلت لكم دافي. عندكم البنات ديما الماء يكون الماء والحليب يكونوا دافيين، حتى الحليب هنايا راه دافي. وغنديروا ثلاثه المعالق ديال السنيده، ثلاثه حتى الاربعه على حسب، انا غندير غير ثلاثه باش ما تجيش حلوه بزاف. هادو ديجا ثلاثة، ومعلقة ديال خميرة الخبز، أنا كنستعمل هادي الحبيبات. وغادي نخلط هادشي كامل مع بعضياتو، صافي، وغادي نخليه يرتاح لمده لواحد 10 دقائق ونعاود نرجع معكم. انا غندير له السلوفان ونعاود نرجع معكم بعد 10 دقائق. بعد المرور ديال 10 ديال الدقائق، يعني بعد ما ارتاح الخليط، غادي نضيف ليه الباقي ديال المكونات. غادي نضيف اول حاجه هي نصف كاس ديال الزيت، ونضيف الملح كما قلت لكم تقريبا جوج ديال المعالق، ما عمرينش بزاف. نضيف هنايا البيض ديال البيض، انا البيضه خديت غير بيضه وحده، فرقت صفر، يعني فرقت البيض على صفر، هذا غنحتاجو باش غنبغي ندهن البيض، ولكن هنايا في الوصفه غادي ندير غير البيض ديال البيض. غادي نحتاج طاشيه الفاني من وزن 7.5 غرام، صافي. غادي نخلط هادشي كامل باش نبدا نضيف الطحين شويه بشويه. انا غنبدا نضيف دابا البنات الطحين، المهم غادي نضيف بشويه بشويه. حتى تجمع ليا هاد العجينه هادي، وعاد نحطها فوق الرخامه ونوريكم القوام ديالها كيف جا. انا غنكمل هاد المرحله هادي ونعاود نرجع معكم باش نوريكم العجينه كيفاش جات. دونك انا جمعت العجينه البنات، غادي نحطها هنايا فوق سطح العمل فوق الرخامه. طبيعه الحال غتكونوا مسحتو مزيان هنايا، نطفسوا يعني الرخامه ديالكم، نحاول بحال غير ندلكها شويه نجمعها، ماشي ضروري نسلك بزاف لان باقا غنخدموها بالزبده. صافي، غادي نعاود نردها لهنايا. هانتوما شوفوا القوام ديالها البنات، ماشي قاصحه بزاف وماشي رطبه بزاف، لان واحد القضيه مهمه
نرتب عليها هاد العجينه. واحد القضيه مهمه بالنسبه للعجينه ديال لاباط فيتي، ما عمرنا ما كنخلي ما تكون العجينه مرخيه بزاف، يعني كنقولوا راه ندلكوها نطلقوها مزيان راه مزيان، لا البنات، لان صافي كافي ديك الطريقه الاولى باش درنا السوائل هما الاولين راه كتجي زوينه وباقا غنخدموها بالزبده. وقد ما كانت العجينه مطلوقه بزاف يعني ما كتساعدناش، من اننا كنبغيو نخدموها بالزبده ما كتساعدناش، وهكذا كتبدا تخرج لنا من جناب الزبده، دونك شي ما درناه حنا ما خرجش الزبده تخرج لنا من العجينه. صافي هادشي اللي كاين. دابا الطريقه ديال اننا كيفاش غادي نديرو الزبده للعجينه، غنعطيكم واحد الطريقه اللي سهله بزاف بالنسبه للبنات المبتدئات اللي باقي ما كتصدقش ليهم مثلا لا بات فيتي. انا اليوم تعمدت انني ندير هذه الطريقه، انا صراحه كندير الطريقه العاديه اللي يعني كنخدموها وكنطويو هذا، ولكن اليوم غادي ندير هذه الطريقه هذه باش نشاركها معكم بالنسبه للناس اللي يلاه مبتدئين كيفاش يعني يخدموا باش تصدق ليهم، لان هاد الكرواسه هذه الا ما صدقاتش لنا لا بات فيتي ما صدق لينا والو، يعني العجينه هي كلشي. طبيعه الحال كنكونوا درناها في المجمد باش تشد راسها شي شويه ما تكونش هاريه، وغنحاولوا نحكوها. المهم انا غادي نبشر هاد الزبده كامله. هاد الزبده ديال التوريق راه واخا ديريها في المجمد راه ما كت ملي كتجي تحكي دغيا كتسخن مع الماء اليدين صافي كتبدا تطلقها وثاني. المهم نحاولوا معاها بشويه بشويه، المهم غير ما تكونش مرخيه بزاف، انا ما بغيتش نفوت هاد المرحله ندوزها بالمونتاج، بقاو معايا باش تشوفوا كلشي قدام عينيكم، لان كما قلت لكم هاد الطريقه هادي بالنسبه للمبتدئات اللي ما كتصدقش ليهم مثلا لا بات فيتي، بغيت نشاركها معكم ديت ايطاب باغ ايطاب بحال راكم نتوما معايا دابا. كنتمنى انكم تجربوا صراحه هاد الكرواس هادي غتعجبكم بزاف، ولكن ما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم، راكم كتبخلوا عليا بعض المرات بالتعاليق ديالكم. صافي المهم انا حكيتها، كما قلت لكم الزبده 250 غرام ديجا، راه هادي ديال التوريق راه كتباع اللي كناخدو يعني هاكا اكثر كتكون فيها 250 غرام. صافي غادي ندير معاها جوج معالق ديال الفرينه فورس، تبعوا معايا البنات باش ما تفوتوش حتى شي مرحله. ودابا غادي نضيف ديك الصاشيه ديال الخميره من وزن 8 غرام. بالنسبه اللي عنده الخميره ديال العبار هي معلقه صغيره، ما عمرش المهم يكون ميزانكم. صافي نحاول نخلط هاد هانتوما البنات، شتي تخلط داك الفرينه مع الزبده. دابا غادي ندوزو للمرحله ديال التوريق كيفاش غادي نخدمها مع العجينه، خليكم معايا. هانتوما البنات، اول حاجه اللي ضروري نرش سطح العمل بالطحين باش ما تلصقش ليا العجينه، هذه هي اول حاجه. بعدا نحاول كنت غنسنى الزبده صحابي الطحين، نحاول نطلق هاد العجينه هذه. هانتوما كتشوفوا راه ساهله ماشي شي حاجه صعيبه، وحتى العجينه مساعدانا يعني تبارك الله جات زوينه يعني ساهله ما غلبانيش، ماشي زعما ماشي قاصحه ماشي خفيفه بزاف. دائما تسكر الطحين باش ما تلصقش ليا العجينه. هانتوما
صافي. ما عرفت الصراحه واش غيبان لكم السمك. المهم ها نتوما، وكيف ما شفتوا ما لاصقاش ليا العجينه، يعني العجينه قادره تحكم فيها. دابا غادي ندوز لديك الزبده اللي صايت، غنحاول نديرها في غير في النصف وما نوصلش البنات للجناب. ها نتوما يعني هاد الطريقه مهمه، ما نوصلش كما قلت لكم الجناب. ونقلب هكا ونغلق هاد الجوانب باش ما تخرجش لنا الزبده، لان قلت لكم ما خاصش الزبده تخرج لينا من الجناب. نحاول نسد بهاد الطريقه، يعني بصبع انا نضغطو باش يتسد هاد الجناب، باش من تلق بالمدلك ما تخرجش ليا الزبده. دائما كما قلت لكم ما نساوش نرشو سطح العمل. ونبدا نطلق العجينه ديالي عادي. وكما قلت لكم ان فوا نشوفوا الزبده ما خرجتش ليا من الجناب، يعني ملي نبدا ندلك تبان لي الزبده كتخرج من الجناب، نعرفوا باللي راه سبقات لينا لاباط فريتي. بان لينا ملي بدينا كندلكو الزبده بدات كتبعاز وتخرج ليا من فوق العجينه ولا من الجناب، عرف. والعجينه كما قلت لكم دائما نكون قادره نتحكم فيها. ها علاش كنقول لكم ما خاصش العجينه تكون من ديبار خفيفه بزاف، يعني ملي كتكون العجينه من ديبار خفيفه بزاف كتساعدنيش، ما كتعاونيش العجينه، ما كتعاونيش. ايوا صافي. دابا البنات غادي ندير هكا، يعني ما غاديش ندير داك لي تور اللي كنعرفوهم ملي كنكونوا حطينا الزبده نورمال وغنبداو باش نديرو داك لي تور. ما هنا ما غنديرو لا لي تور لا والو، لان ديجا الزبده العجينه خدمت راسها لراسها. هنا كنكونوا حصلنا على لاباط فويتي ساهله. انا غنقطعها قدامكم بالموس ونوريكم كيفاش جات من الوسط. هانتوما الغزالات، كنظن انه كيبان لكم زراق، شفتوا يعني مباشره قدامكم. هذه طريقه سهله جدا جدا بالنسبه للمبتدئات اللي ما كتصدقش ليهم لا بات فيتي، يعني هذه الطريقه هذه راه سهله بزاف. دابا غادي نخلي هذه العجينه ديالي ترتاح غير واحد تروبوزا غير واحد شويه، لان ديما العجينه قد ما تغوبوزات مزيان غنخليها تغوبوزا واخا غير واحد 5 حتى 10 دقائق باش نبدا نورق ونستف اللاطه ديالي. هانتوما معايا الغزالات. انا طلقت القطعه الاولى بعد ما طلقات، هانتوما شفتو متحكمه في العجينه كيف ما قلت لكم. دائما راه العجينه قد ما انا متحكمه فيها قد ما راه غتصدق لي هاد لاباط فيتي. وحيت بطبيعه الحال دوك الجوانب اللي زايده. دابا غادي نقطع بسم الله.
طلقت القطعه الاولى بعد ما طلقات هانتوما شفتو متحكمه في العجينه كيف ما قلت لكم دائما راه العجينه قد ما انا متحكمه فيها قد ما راه غتصدق لي هاد لاباط فيتي. وحيت بطبيعه الحال دوك الجوانب اللي زايده دابا غادي نقطع بسم الله ديالي. انا كملت هنايا التشكيله ديال الكرواسه هانتوما دابا غادي نخليها تخمر كيفما شفتوا انا ما درتش حجم كبير بزاف درتهم غير القياس مويان صافي غادي نغطيهم دابا ونخليهم حتى يخمروا كيفما شفتوا هنا زدت صفر اخر ديال البيضه باش ندهنهم لان واحد ما غاديش يكفي نديروا معاه واحد شويه ديال الخل باش تحيد ديك الزبوره اولا الحليب اللي كان صافي دابا هادشي اللي كاين بعد ما يخمروا غادي ندهنهم ونديرهم في الفران ونعاود نتلاقاهم بعد ما يطيبوا. البنات باش نتعلموا اننا ما نلوحو حتى شي حاجه قبيله فاش كنت كنقاد قدامكم لاباط كنحيد دوك الجوانب اللي زايده باش يجيني المربع مقاد قلت حشومه انني نلوح داك يعني راه نعمه الله حشومه اننا نضيعوها قديتها في هاد لومول الصغيور اللي كتشوفوا ديال الزاج درتها على شكل اون طار دو بوم صافي ثقبتهم بالفرشيطه مزيان ثقبت العجينه درت من فوق منها الكونفيتور ديال الفريز انا ما عنديش كونفيتور المشمش كونفيتور المشمش كيجي حسن ولا الكريم باتيسير صافي المهم كيجي فوق العجينه هكا وستبت دوك الطريفات ديال التفاح مع واحد الطريفات ديال الاناناس كانوا عندي وصافي كترشي عليهم سكر ثاني دا وحتى هي طيب علاش اللي معلاش مني حسن ما اننا نضيعوها نقادوها على شكل اون طارت وناكلوها. هذه هي الفكره اللي بغيت نقول لكم الغزالات انا دابا غادي ندير في الفرن باش يطيبوا لي كرواسون ويطيب حتى هاد لا طارت هادي ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي كيفاش جا هادشي هذا كنموت عليكم. هنايا حبوباتي غنكون وصلنا بطبيعه الحال للنهايه ديال الفيديو كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم ويعجبكم بطبيعه الحال لي كرواسون ديال الدار اللي حضرنا انا متاكده غادي يعجبوكم وغيعجبو خصوصا لوليدات الصغار سورتو الا درنا فيهم داك الشوكولا باطوني من الوسط راكم عارفين الدراري كيحنقوا على الشوكولات دونك غادي يعجبوهم وهكا نبقاو نحضروهم ليهم باش يفطروا هذا حتى لين الكبار وكلشي مهم كلشي كتعجبو الكرواسون سورتو ديال الدار وهذه لا طارت بوم و اناناس اللي حضرت من ديك لاباط اللي بقات هانتوما شوفوا الكولور اللي خدات يعني خدات واحد الكولور ذهبي زوين هكا حسن ما اننا نضيعوا ديك الطرف ديال لاباط حرام لان حتى ربي ما كيبغيش هكا كضايع اللهم هكا غادي نديروها هكا فهاد يعني ناخذ داك الطرف الاولي الا شاطلينا بطبيعه الحال هكا داك الطريف ديال لاباط نستعملوه في شي حاجه انا مثلا الفكره ديالي انني درتو هكا حيت كتعجبني لاباط بوم يعني هذه فكره ديالي كل واحد غيبدا في داك الشيء اللي هو بغى المهم الفكره هي اننا ما نضيعوش داك الطرف العجينه اللي هو غادي يبقى لنا لان حرام راه هو فيه مقادير حتى هو تعذبنا عليه باش خدمناه يعني حشومه انه يضيع المهم هذا الشيء اللي كاين بالنسبه للكرواسه هانتوما شوفوا كي كتجي كتجي زوينه وهشيشه ومقرمله صراحه كتجي زوينه بزاف وكيف ما كان الحال راه الحاجه ديال الدار كتبقى مزيانه كتبقى نقيه حسن كيف ما بغات تجي المهم كتجي ماشي بحال ديال الزنقه راكم عارفين هادشي اللي كاين البنات تهلاو ليا فراسكم وشكرا بزاف على التفاعل ديالكم معايا كنشكركم بزاف اللي خديتكم وبسلام عليكم ونتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو واحد اخر باي باي عليكم.